آخر مستجدات أرقام وزارة الصحة العراقية حول الإصابات والوفيات فيما يتعلق بفيروس كورونا، وكذلك كيف يتعامل أو يتفاعل الشارع العراقي مع حظر التجول؟ نعم هبة، يوم أمس كانت هناك يعني أرقام عالية سجلت للإصابات بفيروس كورونا. هناك 3047 حالة إصابة قد سجلت بفيروس كورونا، مع وجود 2000 وربما 200 حالة شفاء، وبالتالي عدد الإصابات ما زال مرتفعا. لذلك هناك إجراءات جديدة قد تصدر من وزارة الصحة يوم غد لمعرفة أوضاع المعيشة مع هذا الفيروس. هناك تجديد كبير في مسألة حظر التجوال. اليوم كان هناك حظر تجوال شامل، حتى بعض الاستثناءات لم يسمح لها بالخروج من منازلهم، وبالتالي كان اليوم هو ربما من الأيام التي شددت فيها بشكل واضح وكبير مسألة حظر التجوال. هناك قراءة لوزارة الصحة بأن أعداد الإصابات بعد أن ازدادت إلى 140 ألف إصابة بأن تعود إلى حظر جزئي ربما يشدد، أو حظر كلي خلال العشرة أيام المقبلة، خصوصا وأن العراق مقبل على بعض المناسبات الدينية التي يمكن أن يكون فيها زحام وتواجد كبير للمواطنين. إضافة إلى ذلك، ما تزال وزارة الصحة تقول بأن المستشفيات العراقية مهيئة بالكامل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأن حالات الإصابة التي تسجل مؤخرا هي ليست بالقوية. هناك مستويات تصنف بأنها متوسطة وضعيفة هي ما تسجل بالعراق بالنسبة لحالات فيروس كورونا. على كل، غدا يجتمع المجلس الوطني للأمن والسلامة وسيقرر العديد من القرارات ربما الجديدة، هكذا هيئة في الإعلام بعد إعلان هذا المجلس بأن هناك قرارات جديدة قد يشهدها العراق وبعض المحافظات، خصوصا وأن أعداد الإصابات لم يعني تكن بالقليلة بل هي بارتفاع كبير. نعم هبة. طيب، عندما نتحدث محمد عن الإجراءات الصحية أو الاستيعاب، درجة الاستيعاب الصحية مع ارتفاع درجات أو ارتفاع الأعداد، أعداد الإصابات، هل لا زالت العراق تعاني من نقص في المواد الطبية ونقص في عدد الأسرة، أم لا زال الموضوع الآن تحت السيطرة؟ لا، هو عدد الأسر غير كافي، لذلك فتحت العديد من المراكز أو المستشفيات المؤقتة. هناك أكثر من 30 مستشفى مؤقت ومتنقل فتح مؤخرا في العراق لاستيعاب هذه الحالات، لكن في نفس الوقت هناك توفير يعني الأكسجين في المستشفيات. المواطن العراقي عموما يعني في حالة إصابته مؤخرا لم يعد يراجع المراكز الطبية أو حتى المستشفيات، بل بدأ يحجر نفسه في منزله، لا ينزل من المنزل لحين استكمال أيام الحجر، وبالتالي قد تكون هذه الحالة هي بداية للتعايش مع فيروس كورونا. لكن هذا لا يعني بأن المواطن العراقي ملتزم. خلال الأسبوع الماضي كان هناك حظر تجوال شامل بمناسبة العيد وأيضا ما بعد العيد، لكن شهدنا العديد من التجمعات، العديد من المواطنين خرجوا، وهو ما تقول عليه وزارة الصحة بأن العراقيين غير ملتزمين في مسألة حظر التجوال. شكرا جزيلا لك. نعم. مراسل الغد من بغداد محمد فاضل.